اللي بغيت نوصل هي واحد السيد بغى يحتلنا على شي ارض ديال شي ناس ديالنا اللي هما ملك ديالهم وعندهم رسم عقاري ديالهم. واحد السيد بغى يحتلنا تما على هذيك الارض. الطريقه اللي بغى يحتل بها خرج واحد كذا من المرات بغى يقوم بواحد المسائل تحديد. فين البلاصه فين كاينه موجوده بالضبط؟ كاين البلاصه فين كاين موجوده في واحد الدوار اللي هو مسمي الدوار بدوا الشجره جامعة ريسانة الجنوبية. جامعة ريسانة الجنوبية قيادتها هي ريسانة ريسانة الجنوبية والشمالية بجوج بهم لأن قيادة عندنا قيادة واحدة فيها ريسانة الجنوبية وفيها ريسانة الشمالية. دائرة واد المخازن إقليم العرائش. داك السيد الطريقة اللي بغى يحتلنا على ديك الأرض واحد المرة خرج يقوم بواحد العملية ديال التحديد. العملية اللي بغى يقوم بها خرج المهندس خرجوا السلطات من هو مسؤول السيد القايد الدرك الملكي القوة المساعدة تواجدوا الناس موالين الملك تما دلوا بالوثائق ديالهم داروا محاضر تحالوا المحكمة. يعني دوك الناس مشاو بحالهم عندهم الرسوم ديالهم مشاو بحالهم. رجع المرة الثانية بنفس الطريقة المؤازرة ديال السلطات عاود عارضوه هذوك الناس عاود رجع في حاله على شي 4 ولا 5 المرات هو كيقوم بهذيك العمليات هذه. هاد الايام هذه نهار 14 ما بين 14 و 15 ما نقدرش نقول لك اناش من الساعه بالضبط اللي هي غير الساعه قانونيه مثلا بالنسبه ديال الساعه اللي كيخدموا فيها الادارات. يعني نقول لك شنو الساعه تواجدوا تما هذيك بعدا قبل هذيك الليله هذيك على واحد قبل بواحد 3 ايام ولا 4 ايام على الاقوال ديال الناس الساكنه تمايا. هذاك المهندس كيخرج هو هذاك السيد اللي باغي يعني اللي باغي يحتل في هذيك الارض كيخرجوا تما للدوار كيدوروا لنا في هذيك الارض كيوقفوا في بعض شي بلايص. ما بين 14 صباح 15 كنتفاجئوا بعمليه ديال التحديد صبح لنا الحجر في الارض ديالنا. يعني ما بين دارت الهضره ما بين الناس ديال الساكنه وهذه باش يتاكدوا من هذاك الحجر فين محطوط على واحد المساحه في وسط الدوار تقريبا واحد 50 دار حتى هي داخله في التحديد. من بعد ملي تاكدنا من هذاك الحجر تاكدنا حنا نهار 15 بيوم الله كانت الجمعه ما تاكدنا من هذاك الحجر حتى كانت الساعه زعما داز هذيك الربعه او الخمسه ديال العشيه باش عاد تاكدنا وقطعنا الشك بانه التحديد راه كاين. لا غداك جا التحديد في العقار ديالكم في العقار ديالنا. العقار ديالكم شحال المساحه ديالو؟ داك الشيء يعني بالتقدير من 200 قطار الفوق. يعني شحال المساحه اللي يحاول يحدد هو يا. شي ما نقدرش نقول لك انا على ما على التقدير ديالنا حنا فوق 80 قطار ما بين 80 و90 يعني تقديرا. اذا انتم كتعتبروا هذا التحديد اللي قام به هو غير قانوني؟ غير قانوني. واش كاين شي تحديد اللي كيتقام بالليل؟ كاين شي تحديد اللي كيكون بلا سلطات؟ كاين شي مهندس اللي كيحضر في هذا التحديد اللي نعم؟ التحديد هذا شكون اللي حضر فيه؟ ما حضر فيه حتى شي واحد. التحديد تقام بالليل مشينا عند السيد القايد. يعني احنا باش جبرنا الحجر عندك المعطيات مأكده بان التحديد ما حضر فيه المهندس بوحدو ما حضر معاه حتى شي واحد؟ ما حضر معاه حتى شي واحد. مشينا للسلطات طلعتوا على المحاضر ديال المحضر ديال انا جايك المعاينة. من بعد انا نوصل لك لهذ المرحله هذه انا غادي معاك نوصل لك لهذ المرحله هذه. مشينا ملي تواجدنا احنا بهذاك الحجر كاين تما تاكدنا من الحجر كاين تما كانت الجمعه. من بعد كانت الجمعه صباح السبت الادارات ما كيخدموش. السبت اللي كان هو 16 في شهر 11 ديال 2019 هذا الشهر هذا اللي فيه حنا متواجدين فيه دابا لحد 17 يعني لحد ما كاينش الخدمه. 18 كان عيد الاستقلال. 3 تواجدنا الرصانه عند السيد القايد. ما جبرناش السيد القايد تما جبرنا الخليفه قلنا له دير اصبع عندنا شي حجر عامل بعمليه تحديد يعني شي ارض ديالنا راه متحدى والسكان والحجر صبح في وسط الديور ديال عباد الله. جبرنا السيد الخليفه قالنا اش من جهه في الصباح عندكم ونعطيناه المهم البلايص اللي تحجر في وسط الدوار ها فين ها فين ها فين ها فين. اتصل بهذاك المهندس اتصل بمسؤول ديال المحافظه مهندس ولا الله اعلم باش اتصل هو في التليفون قدامنا امام الناس. ملي اتصل قال له واش قمتوا بشي تحديد نهار 14 ما بين 14 و15 في بداوا الشجره؟ قال له لا. ملي مرا ذاك المهندس قال له انا راك تكون جي عاد دخلت واليوم دخلت راني كنتواجد في الساحل عندي شي خدمه في الساحل. عرفنا السيد الخليفه قالنا له عبد الله انتم سمعتوه بودنكم سيروا فحالكم. قلنا له ودي بغينا السيد القايد قال لك غدا ان شاء الله رجعوا لعنده.
بالفعل لا غداك رجعنا لعندو. من بعد ملي رجعنا لعندو ما جبرناش، عاود قالك مازال راه كاين في الاجتماع. تواجدنا لعند السيد رئيس الدائره الخميس الساحل، عاود ما جبرناش قالك راه في الاجتماع. هولنا المحافظه العقاريه، خلنا عند السيد المحافظ، مالكم؟ قلنا له ديرها هاش كاين هاش كاين هاش كاين هاش كاين هاش كاين. عيط على واحد الموظف ديالو قال له جيب لي هذاك الملف شوفنا واش كاين شي دا شي تحديد. قال لي نهار اش؟ قلت له نهار 14. حنا الحديد التحديد كان نهار 14 بالليل، سبوع 15 تفاجأنا بالتحديد كاين بالحجر كاين. ديك الساعات عيط على واحد الموظف ديالو مشى جاب ملف قال له كاين. قلنا وانتم ما بخبركم والو؟ قلت له هذا الشيء راه تقام بالليل ماشي بالنهار. لو كان بخبرنا السيد محفظ راه حنا ما كناش غنجيو لعندك. وهذا التحديد راه ماشي اول مره، هذا المطلب راه ماشي اول مره، راه دازو هذا السيد راه ماشي اول مره باش كيحتلنا حنا بهذه الارض هذه، كيجي يحاول يدير لها يقوم بعمليه تحديد. راه داز مطلب اللي هو فيه 1383 على 36، وهذاك المطلب بقاوت المرات اللي كيخرج المهندس لان عنده واحد القانون ديالو، هذاك المطلب كيتلغى. تلغى هذاك المطلب ولاو داروا طريقه اخرى ودوزوا مطلب اخر اللي هو الرقم ديالو 10282 على 36، راه تخرج ب 2010. وجات الناس وحصرات مولي الارض حصروهم، شاف حاله على واحد 3 و4 المرات، وهذا المهندس راه كيخرج لعندنا حنا هنا ماشي اول مره. اللي كان السيد محفظ قلت له كنا جبرنا راه حنا كنا نقوموا بالمسائل ديالنا، يعني غنحصروا غنديروا شله الحوايج. دابا حنا اصبح عندنا الحجر تما اصبحنا مفاجاه ما عرفنا شنو كاين. جبار التليفون مسكين زعما داك السيد كنشكروه بزاف، وهكا كنتمناو الناس ديال الادارات يكونوا نازي صراحه الله يهدي داك المحفظ، كنشكروه بزاف من هذا المنبر هذا. بعدا دار واحد الخدمه يعني غير القانون ديالو، اتصل بهذاك السيد ديال الرئيس ديال الهندسه قال له ودي راه شي ناس جاوا لعندي ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين، راه قال لك ودي راه شي تحديد صبح عندهم تما بالليل غير قانوني، ما خرجوا السلطات ما تعلموا ما كانت عندهم تاني. والناس السكان راه محطوطين الحجر في الديور ديالهم، وداخل واحد السكان تما في وسط التحديد هذا. قال له ودي حنا المطلب كيمشي عند المهندس وما كيرجع لعندنا على شهر، والمهندس دابا راه خارج. ملي يدخل قال له لا حاول اتصل به ولا في التليفون وتعطيني المعطيات. انا دابا سيروا بحالكم ومن بعد انا تراجع في هذا المطلب هذا، وغادي زعما كنشكروه بزاف صراحه الله يهدي كنشكروا داك السيد هذاك. مشينا فحالنا لا غداك رجعنا، اللي هي كانت ذاك النهار كان الخميس، رجعنا لعند الرئيس ديال الكاداس جبدنا ذاك المطلب. قالنا جيت البارح عند السيد محفظ، قلت له ايه، عيط لشي موظف ديالو جاب له ذاك المطلب. المطلب حنا كنتفاجئوا، قال لك هذا السيد راه دار خرج عندكم في العشرة في النهار وماشي بالليل. قال السيد الرئيس الله يجازيك بخير، هذا السيد كا هو خرج بالنهار بدون السلطات، ما كاينش السلطات. حنا مسانسة السيد عندنا كيخرج راه ماشي أول مرة ماشي جوج، وعارف الناس كيحصروه. فهمتي على الأقل كان خصو يعلمنا السلطات، كيكونوا مع الدرك الملكي، كيكون مع القايد، لأن ما عمرني أنا شفت شي يعني شي تحديد كيكون بدون سلطات. هاد السيد قلت له راه ما خرجش بالنهار، راه خرج بالليل. وباش كنأكد لك أنا السيد الرئيس، باش تعرف أنت هاد السيد خرج بالليل، أول ابتداء السلطات بعدا ما معلومينش، ما معلومة حتى شي سلطة اللي هي تخرج معنا الدرك الملكي ولا السيد القايد. راه حنا مشينا عنده البارح قلنا راه ما علمنيش وراه ما كاينش، لأن كيعيط السيد التليفون كيقول راه ما كاينش، راني ما عمرني خرجت لتما. وثاني حاجة اللي كنطلب منك قلت له السيد الرئيس، غير أعطيني شي واحد المهم واجدوا في هاد في هاد البلاصه هذه، وهاد الدوار هذا عندنا راه فوق 700 دار اللي هي متواجده في هاد الدوار هذا اللي كيسكنوا فيها هي السكنات. وهذيك 700 هذيك 700 دار كل دار كتحمل على الاقل بواحد 7 ولا 8 الناس. واش كاين شي واحد؟ قال لي لا راه عنده هنا شي ناس معاه، هما كاينين هنا دايرهم في المحضر. قلت له عطيني السميات ديال هاد الناس الله يرحم لك الوالدين. عطاني سميات 4 الناس ما هماش من تم بعدا كاع نهائيا، كلهم كيتواجدوا هنا في العرايش ما كيسكنوش حتى عندنا حنا تما في الدوار. ما يمكنش انت السيد المهندس خرجتي مثلا لهذاك الدوار وفيه واحد 2000 ولا 1500 ولا 3000 ولا الله اعلم ما نقدرش يعطيك بالضبط شحال ديال السكينه تما، وما صادفتي حتى واحد. اذا واش كتهم بعمليه التزوير اللي تمت في المحضر اللي ديال من طبيعه الحال ان الانسان من اللي يكون هنا من العرايش وانت كهو اللي تواجد معك في هذاك المحضر، اضافه الى توقيع بعض المسؤولين الاداريين داخل المحضر بدون الحضور ديالهم، كاينه كتبت هذه العمليه هذه تمت بحال شي ساعه قدر. واش تمت عمليه التوقيع مثلا ديال القايد وديك الشيء في المحضر؟ لا ما كاينش ما كاينش ما كاينش يعني ما قالناش السيد القايد هو هنا عندنا التوقيع ديالو ولا شي حاجه. اللي ذكر لي انا ذكر لي الناس كيتواجدوا هنا في العرايش، السكنه ديالهم هناك في المغرب الجديد، المهنات ديالهم كتريسيان،
اشمن علاقه المهم انتم شنو كان شنو المطلب ديالكم محافظه شنو شنو المطلب ديالكم تعرضتوا على التحديد قلتوا بان التحديد تم غير شنو كان شنو كان الشكايه ديالكم الشكايه ديالنا وجهنا للسيد المحافظ قلنا انا عندي ربحت في هذا الموضوع ديال شنو الموضوع اللي الموضوع ديال هذا الشيء واش فيه تزوير او ما فيهش واش واش قام هذا الشيء بالتزوير لانه هو حنا ملي دخلنا عند السيد الرئيس ديال الاخر قلنا بالنسبه لي انا مهندس داير المسائل ديالو قانونيه انا باش نقول لكم هادشي اللي كتقولوا واش كذوب ولا صح ولا هو اللي كيقول هادشي واش كذوب ولا صح الله اعلم نعم رجعنا لعند السيد المحافظ ملي رجعنا لعندو درنا له الشكايه ديالنا تواجدنا له بالشكايه ديالنا حنا كواحد المجموعه ديال الناس وكواحد المجموعه ديال الورثه وهذيك الارض فايت عندنا حكم وتنفيذ وعندنا ملك ديالها رسم عقاري اللي هو من عهد جدودنا ومن جدودنا خلاو لوالدينا وكنعيشوا فيه حنا حاليا الان دابا فهمتيني قلنا انا عندي ربحت وخرجنا من تما ودرنا شكايه للسيد العامل وقالنا من دابا اسبوع غادي نرد عليكم ولا درنا شكايه للسيد القائد والسيد القائد قالنا ودي شوف بالنسبه لي انا هادشي هذا راه كنحسبو غير قانوني انا ندير شكايه للسيد المحافظ وبطريقه السيد العامل نصيفط للسيد العامل والسيد العامل هو اللي يصيفطها لهم على ارسالي ندير على بال تواجه السيد العامل والسيد العامل هو اللي غادي يديرها ومن دابا سيمانه هما غادي يرجعوا لي وغادي نجاوب عليكم شنو دار في هادشي هذا انا دابا اللي كنوجهو كنوجهو للناس المسؤولين يديروا بحث في هادشي هذا فهمتيني الله يرحم الوالدين كنوجهو حنا لاي واحد اي مسؤول يدير بحث ديالو حنا هادشي هذا السكينه ضعيفه والناس ضعافين وهذيك هي البلاصه اللي يديروا فيها لقمه العيش كاين شي ناس زعما يعني باش واحد اخر يجي يستولى لنا تما هذيك الارض وي لا واحد انتم عندكم رسم عقاري يعني عندنا رسم عقاري ودابا بغيت نوجهو لك نوجهو لك عندنا احكام عندنا التنفيذ وعندنا جميع الوسائل القانونيه ديالنا كاينه اذا شنو هو اخر مطلب اللي كتوجهوا للسلطات اخر مطلب سواء السلطات الاقليميه والاداريه اللي يمكن فيها الاقليميه والاداريه ممكن البحث يكون نازح في هذا الملف هذا في هذا المطلب هذا لان هذا المطلب هذا راه علينا الزور وهاد الناس هذو كيحتالوا باش يحتالوا لنا ديك الارض ديالنا حنا راه ما نسكتوش على هادشي هذا ونوصلوا للراي العام ونوصلوا لاي مسؤوليه غنوصلوا لاي واحد كيتواجد في هادشي هذا خصنا نوصلوا هاد الرساله هذه